شو الأخبار؟ طيبين؟ والله معليش ما أقدر أكلمك لأن ما جوالي مقطوع. إي والله ما سدد جوالي. الله يسلمك يا عمري، الله يعطيك العافية. الله يكثرهم ويزودهم إن شاء الله، ما يسدد جوالاتنا إلا هالأشكال. حبيبي عطنا من الأعواد هذه اللي كنا أعواد. هذا لا والله ريحته مو جميلة هذا. الله يطول لك عمرك، جربنا كل الفطورات ما لا. عطنا من النوع الياسمين. ياسمين أكيد. يلا هذا الياسمين. من أصول الفخامة إنك تغرق نفسك بالعطور. جاء وقت العشاء الحين. لا مو بجميل. عطنا ارجع لي على الكمبودي بس. الكمبودي الأول؟ إيه الكمبودي الأول. روح عليك. أقول لك شيء، عطوركم كلها مخيسة. السلام عليكم. زي ما أنتم عارفين هذا وقت العشاء الآن. حاتم الطاي الله يجزاه خير زرع فينا الكرم. أقول لكم خطة، شوف لك أقرب زواج ولا تعرف فيه ولا ابن أمه، تعطر وادخل بس. السلام عليكم. طيبين طبعا. زي ما انتم عارفين المعرس لا يعرفني ولا عارفه، بس هو اللي بيعشيني الليله. اقول لك متى عشانا الليله؟ وينك ما عاد ناوي؟ كيف حالك؟ طيب عادي تصير، هذه ما يحتاج. بقول لكم قصه المغسله بعد ما اكل. الا يا ابو محمد، انت من جماعه العريس ولا من جماعه العروس؟ وش ذا الورطه؟ عقاله مايل وعقال العريس مايل، اكيد منهم يقربوا لبعض. انا من اهل العروس الله يطول لي عمرك. والنعم والله. يا هلا ومرحبا. هلا والله، شلونك؟ الله يبارك لهم ان شاء الله. الله خير. هلا وشرفت وشرفت. كثر الله خيركم يا جماعه الخير. وخيرك ان شاء الله. سامحونا بس باخذه عندي عمال ودي اعطيهم اياه، ما كلوا لهم يومين. بالعافيه. خير ان شاء الله. الله يجزاكم خير. كثر الله خيركم. احسن من يرمي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الحال يا مدير.